كاين جماعه عندهم في عندهم ليغو تي واحد عطانا شوف لي سيت تراكس عندهم ليغو تم كانت صبيحة هذا اليوم وحدات المجموعة الإقليمية للدار الوطني بشلف بالتنسيق مع مصالح مديري التجارة ولاية شلف من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة، يقدر وزنها ب 635 كيلوغرام كانت موجهة للاستهلاك للتوفر على شروط التشغيل. العملية جاءت بناء على استغلال جيد المعلومات واردة على عناصر الفرقة الإقليمية للدار الوطني بشلف على وجود مستودعين شفت في ذبح الدجاج بطريقة غير شرعية ذات مصدر مجهول دون حيز للسجل التجاري ما عدم مراعاته لشروط النظافة الصحية وشروط حفظ المنتوج ما عدم معاينته من طرف طبيب بيطري اتضح انها غير صالحة للاستهلاك البشري ليتم فورا حجزها وتوجيه الإتلاف مع توقيف المشتبه فيه واختياده الى مقر فرقة لاستكمال التحقيقات